طيب احنا معانا على التليفون كابتن حسام شعراوي وهو المدير الفني لشباب طايره النادي الاهلي. كابتن حسام صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. صباح الخير يا استاذ كريم، وصباح الخير على اللعيبه الجميله ابطال الدوري، وان شاء الله باذن الله يا رب. ان شاء الله برضو حضرتك تيجي تنورنا بقى في يوم من الايام ان شاء الله عشان نتكلم معاك في تفاصيل كتير الحقيقه. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بدايه كلام، مليون مبروك الفوز ببطوله المنطقه، طبعا حاجه عظيمه جدا. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله، يعني والله هم تعبوا مجهودهم ويستحقوا ان هم يبقوا احسن من كده كمان، وان شاء الله بطوله الجمهوريه تبقى معانا باذن الله. جميل، احنا يعني خدنا انطباعاتهم هم عن المنافسه ومدى قوه المنافسه في الموسم ده، عايزين نعرف بقى رؤيه حضرتك انت شخصيا للمنافسه في هذه البطوله كانت عامله ازاي؟ والله البطوله ديت كانت اصعب بطوله يمكن مرت عليا حتى وانا مدرب وانا لعيب. كل الفرق تقريبا مستواها متقارب جدا، يعني من اول المركز الاول لغايه المركز السادس الفرق كلها مستوى عالي جدا. يمكن كان قبلنا منافسه على المركز الثالث والرابع كان بين نادي هليليدو ونادي مصر البترول، يعني ماتش كما يقولون مثلا ماتش عالمي فعلا. مستوى الاداء عالي جدا من الفريقين، ده بيدل ان الكره الطايره مستواها طالع جدا، الفرق كلها مستواها متقارب، ما حدش يقدر يحدد مين اللي هيكسب الماتش دوت او مين هيخسر الماتش. الماتش دايما كل الماتشات كانت في الملعب، بس الحمد لله اللعيبه بتاعتي كانت رجاله وقد المسؤوليه والحمد لله عارف نحققها. طب هو ايه اللي حصل الموسم ده بصفه خاصه خلى المنافسه قويه للدرجات دي؟ يعني واضح ان كانت قبل كده الامور الى حد كبير محصوره بين النادي الاهلي نادي الشمس الى اخره، لكن هل بقيه الفرق او النوادي يعني دعمت صفوفها او خطوطها بلعيبه جديده عندهم؟ يعني ايه اللي حصل فبقت المنافسه للدرجات دي قويه؟ وطبعا دي حاجه كويسه، حاجه ايجابيه يعني. طبعا يعني هو بالنسبه عشان قاعده الكره الطايره بقت اوسع شويه واكبر كتير عن السنين اللي قبل كده، فبقت الانديه بتفرز لعيبه كتيره مستواها عالي بتقدر تحقق بعد كده بطولات متقدمه جدا في اللعبه. فالاجيال ديت لما بتتجمع مع بعضها بتلاقي الجيل مثلا دوت المنافسه فيه عاليه جدا. يمكن الجيل بتاعنا الحمد لله احنا محافظين على المستوى الثابت بتاعنا الحمد لله اول على مدار 3 سنين. يمكن دي بتحط علينا ضغط كبير ان احنا دايما نحافظ على مستوانا على مركزنا، ان احنا ما نتهزش باي فرق ثانيه دعمت او ما دعمتش، لا الحمد لله عارفين التارجت بتاعنا ايه وبنحاول نوصل له باذن الله. احنا كنا بنتكلم من شويه على فكره ان ارتداء تيشيرت النادي الاهلي بقدر ما هو في فخر كبير جدا وحاجه طبعا تشرف اي حد لابسها، لكن هي فيها شيء من الورطه. اعتقد ان الكلام بحذافيره ينطبق برضو على حضرتك وعلى كل القائمين على الجهاز الفني، مش كده برضو؟ طبعا، يعني الواحد بيبقى محطوط تحت ضغط ان هو اسم النادي بتاعه لازم يبقى هو دايما في المركز الاول. النادي الاهلي ما بيعترفش بالمركز الثاني نهائي. المركز الثاني بالنسبه لك انت مركز اخير، انت ادام ما حققتش البطوله انت خسرت. ما بيهمناش بقى انت لعبت ماتش كويس او ما لعبتش ماتش كويس، لا انت البطوله هي الهدف الاولاني والاخراني ليك. طبعا ده بيحمل اللعيبه تحت ضغط، بيحمل الجهاز كله تحت ضغط. طبعا دكتور وجيه وكابتن احمد زكريا محمسنا جدا ومدعمنا جامد ان احنا نحقق المركز دوت، يمكن يكون الفريق دوت اغلبه عناصر جديده عن السنه اللي فاتت والسنه اللي قبل كده. في 3 لعيبه او 4 لعيبه بس هم اللي كانوا مستمرين السنه اللي فاتت، اغلب الفرقه كلها جديده. ده كان بيدينا دافع ان احنا نحقق وان احنا ما نقلش عن السنه اللي قبل. طب عايزين برضو نعرف من حضرتك ولو باختصار كده نوعية اللعيبة اللي انتم مسؤولين عنهم، يعني كواليتي الشخصيات والمهارات والإمكانيات والأطوال إلى آخره، إيه اللي بيميز فريق طايرة النادي الأهلي سن 19 سنة عن بقية الفرق؟ يمكن اللي بيميز الفرقة عندنا إن احنا دايماً حاطين الهدف قدامنا مركز أول. فما بيفرقش معانا مين بدأ الماتش أو مين ما بدأش، مين لعب أو مين ما لعبش. اللي بيفرق مع الفرقه في الاخر التوتال اللي حصل، النتيجه الايجابيه اللي حصلت للفرقه، ان احنا كلنا في مركب واحده، احنا يهمنا ان احنا نكسب. دي حاجه ممكن ما تكونش موجوده في فرق ثانيه. يمكن شويه الجيل بيبقى الجيل ده صعب شويه بطريقه المعامله معاه، ناس شباب كبيره زي ما حضرتك شايف رجاله. فطبعا لازم يبقى في نوع شويه من الحميه معاهم، ان انت لازم تحفزهم شويه، ما يبقاش في ضغط عليهم نفسي في البيت وضغط عليهم نفسي في النادي، لا انت بتحاول تقلل الضغوطات دي شويه. يمكن بعض اللعيبه برضه في الفرق الثانيه بتبقى عندها اولويه للدراسه، عندها اولويه للبيت شويه، انما النادي الاهلي طبعا الرياضه، وبعد كده تيجي بعد كده تبدا تشوف الدراسه عامله ايه. احنا الحمد لله الفرق بتاعتنا كلها في كليات هندسه وكليات قمه، فطبعا ده الرياضه مش مأثره عليهم برضو بشكل كبير في الدراسه بتاعتهم، لا هم ماشيين بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كويسه جدا. لمست انا شخصيا الجانب ده من كلامي مع احمد وحسين، واضح ان فعلا المتفوق رياضيا
لازم في اغلب الاحيان بتلاقيه كمان متفوق دراسيا او اضعف الايمان، مفيش تقصير تجاه الدراسه، دي حاجه متكرره بناخد بالنا دايما منها. اه طبعا الحمد لله احنا اللعيبه بتاعتنا الحمد لله متفوقين دراسيا جدا جدا، احنا عندنا 6 لعيبه او 7 لعيبه في كليات هندسه في كليات قمه، وعندنا لعيبه في صيدله. غير طبعا التفوق الرياضي اللي هم فيه، اغلب الفرق بتاعتنا برده عندنا عناصر بتشتغل، مش هقدر اقول كتير برضو بحكم ان الانديه الثانيه برضو فيها ناس كتيره. اكيد اكيد. يمكن السنه دي اقل سنه احنا عندنا عناصر في المنتخب، بس الحمد لله احنا قدرنا نثبت ان احنا احسن منهم. يمكن مثلا الحسين عندنا من احسن اللعيبه في مباراه الاستقبال، ما فيش حد زيه تقريبا في الجيل بتاعه دوت. وكمان برضو احمد الهادي برضو يعني من اللعيبه المميزه جدا، السنه دي هو السنه الجديده عليه 19، بس هو عنده امكانيات تساعده ان هو يبقى او يوصل ابعد من كده كتير جدا، بالاضافه طبعا للفرق بتاعتنا كلها بسم الله ما شاء الله يعني كلهم عندهم امكانيات هايله جدا الحمد لله. عظيم. طيب المرحله السنيه دي احنا بنتكلم على مرحله برضو ليها خصوصيتها، فبالتالي تستدعي معامله خاصه جدا نفسيا. طبعا التاهيل النفسي اكيد كده كده مهم في كل الاعمار، لكن طبعا. هل في صعوبات اكتر مع سن 19 سنه من منطلق ان دي مرحله في يعني شيء من التمرد، مش ممكن يبقوا قابلين او مش قابلين للتطويع؟ يعني ايه الصعوبات اللي بتواجه حضرتك في التعامل مع المرحله العمريه دي؟ يعني يمكن تكون اكتر حاجه صعبه في المرحله العمريه دي كل اللعيبه عندها حاجه ان هي تلعب، فدي بتشكل لنا ضغط كبير جدا ان احنا لازم نخلي اللعيبه كلها تشارك. يمكن في بعض الاوقات ما يبقى الموضوع صعب شويه بحكم المنافسه بحكم اداره الماتش، ان انت ما تقدرش تشارك بالفرقه كلها بال 10 لعيب اللي عندك او 18 لعيب اللي في القايمه، فده بيحمل اللعيبه ضغط انت ما شاركتش النهارده او الماتش دوت انت كنت اوت سكور. بس طبعا بنحاول ان احنا نعالجها، ان ممكن ندخل طول الماتش الجاي او نلعب الماتش الجاي شويه على حسب سير المباراه بيبقى عامل ازاي. يمكن تكون بتبقى اصعب حاجه بالنسبه للفرقه عندنا ان هم كلهم عندهم حاجه ان هم يلعبوا وعايزين يقدوا اللي عليهم. ده بيبقى واضح جدا في الماتشات ان هم بينزلوا، لا في روح عاليه جدا كل واحد عايز نفسه. شيء جميل جدا، احنا سعدنا جدا بمشاركه حضرتك معانا.